امبارح الشرطة ضبطت مجموعة من الحبوب لو مكتوب عليها حبوب السعادة. النهاردة نزلنا نسأل الناس لو خدت حبوب السعادة ممكن تشوف ايه. يلا بينا نشوف. لو خدت حبوب السعادة هبقى حاسة ان انا ما عنديش امتحانات وبطير. شوف امي. هشوف اكل كتير وهشوف ان مفيش امتحانات. ممكن اشوف ان كل حاجة سعيدة. وشايفة كل حاجة بقى في مكان كويت شوية بعيد عن الزحمة. ماما. احس بقى ان انا مبسوط بقى واقعد العب وبلاقي الناس في الشارع. اشوف الناس بطريقة تانية. مجانين. هبقى مبسوطة وكده وهعمل كل حاجة انا عايزاها براحتي. هتجنن. ثانوية عامة نعدي منها ده مبدئيا برضو. بس لو قلت لك في ايدك ان انت تغير شيء ليكون سعيد او مبهج تغير ايه وازاي؟ الروتين والملل بتاع الاب والام. اغير الدولة كلها. نغير المدارس دي خالص ونقعد بقى نتبسط بقى. اهتم بالنظافة قوي ويدي كورس في الشوارع ويحط باسكت في كل كورنر. يكون ان انا اخلي الناس كلها مبسوطة. صاحبتي اللي انا سبتها نفسي تكون ترجع له وتبقى سعيدة. تفكير وزير التعليم بقى ان هو يخف علينا في الامتحانات وكده بقى. هلغي الحصص كلها. اليوم كلهم بي اي. مين شايفه ممكن يكون ملك السعادة؟ ملك السعادة عادل امام. احمد حلمي. عادل امام. محمد ابو تريكة. احمد التباع. ممكن احمد حلمي. امير عيد. الفنان الكبير عادل امام. بصراحه ابو تريكه. انا. انت ملك السعاده. انا ما بحبش اكون زعلان. مين من الناس اللي في حياتك حاسس انه محتاج قرص سعاده؟ مهاب. انا محتاج دلوقتي بس. السعاده ابراهيم سلامه. رؤيا. رؤيا صاحبتي. عليا. مين عليا؟ برضه صاحبتك؟ باسم مرسي. البس فيلم بتاعي بعطيه متضايق. والدي محتاج قرص سعاده.